فان، قلت لك أنا منيح. خلص عم قلك اتركني لحالي شوي. طيب ماشي، أنا ما رح أزعجك أبداً. أنت حابب تضل لحالك؟ أنا حابب أكون لحالي. طيب رح روح، ما رح ضايقك. لير، بترجاك حاجة تبكي، فينا نصلح الموبايل؟ لير، خلص طول بالك، إذا في شي مشكلة تانية احكي لي. لير يلا بلش الدرس بلا ما نتأخر. تمام. خلينا نروح الصف. خلص مساحة دموعك، بسيطة لا تاكل هم. لير جي يانج يانج، شو بدك لسه؟ ممكن تتركه بحاله؟ انت ما دخلك. لير، أنا عن جد بدي أعتذر منك وأسف على اللي صار، ما كنت بعرف إنه هالتليفون بيعني لك. شو هالقلة الأدب؟ رافع راسك وحاطط إيديك بجيبتك وعم تعتذر على موبايل فيه شغلات مهمة؟ كيف بدك تصلح غلطتك هلأ؟ نحن رايحين على الصف، امشي لير. شو رأيك إني رح أعطيك مصاري لتشتري واحد جديد؟ لا تطلع فيني أنا، تطلع فيه إله. هيك بترتاح؟ طيب أعطيني الموبايل، أنا بصلحه وبرجع لك إياه. لا شكراً. أنا عن جد عم بحكي. جي يانج يانج، وأنا كمان عم أحكي عن جد، ما بدي شكراً، يلا أمشي. لسه ما خلص حسابنا، أنا بورجيك. لير. عفواً، مو أنت شاب التوصيل؟ ليش عم تأكل الأكل؟ خلص الوقت، وبصراحة أنا ما بدي كبها. طيب ليش عم تأكل برا؟ جوا زحمة كتير، ما في مكان. كمان راح عليك الوقت؟ لا أنا أجيت أكل لحالي، ما بشتغل بالتوصيل أبداً، بس برأيي هذا الشغل منيح. قدي بتطلع بالشهر؟ بالشهر؟ تقريباً 10,000. قديش؟ 10,000. 10,000؟ طبعاً إذا كنت محظوظ، بس ما حدا بيعرف هذا الشي سر. عن جد 10,000؟ يعني أنت هلأ عم تدفع حق هذا الأكل؟ طبعاً عم أدفع، بالعادة ما بصرف مصرية على الفاضي. طيب اللي بخصوص شغلك، انت وين شركتك؟ ويا ترى بقدر اقدم على مركز التوصيل تبعك ولا لا؟ شو لازم اجيب معي؟ عم بسألك شو لازم اجيب معي؟ هويتك. شو كمان؟ بدهم شهادة؟ ويكون المظهر حلو. بهم المظهر كمان؟ ايه، ويكون طويل، ولازم يكون بعرف سوق ومعي شهادة؟ اكيد طبعا لازم يكون معك شهادة، ضروري. قلت لي 10,000؟ عبالك همبرجر؟ لا شكراً ما بدي. تأخذ شوية شوربة؟ يعني شبعت؟ تقريباً. خود هاي، مسكها من إيدي. يلا خود، بس مو حلوة. خدها ولا تخجل مني. صحتين. عجد مو حلوة. يلا كلا. راتب 10,000. وينجي؟ عم دور عليكي طول اليوم، وين كنتي؟ وين بدي يكون يعني؟ أنا رحت على الاستراحة شوي ورجعت. بدي تخلصي هدول وترجعيهم على مكتبي، معك لآخر اليوم. ما بتوقع أقدر خلص كل هالشغل اليوم، إذا بدي خلص كل هدول بدي ضل لنص الليل على الأقل. إيه شو يعني إذا ضليتي لنص الليل؟ ما بعرف إمتى بخلص، ممكن أكتر. بكرة أول ما أجي بخلصهم وبحطلك ياهن جاهزين على مكتبك. مستحيل، كل هدول الوراق بده ياهن المدير بكرة الصبح. رح ضل معك لحتى تخلصيهم، وكل الموظفين كمان. اسمعوني شوي يا جماعة، عنا شغل كتير اليوم. يا ريت تضلوا مع وينجي
وتخلصوا معها كل الشغل. حضرة المديرة، شو قصدك بهذا الشيء؟ وعم تسأليني كمان؟ بدي أقول لك على شيء كتير مهم وينجي. نحن كلنا عم نشتغل وقت إضافي ومنضل لآخر الليل. أنت الوحيدة يلي ما بتجي بكير ولا بتداومي زيادة. برأيك هالشي عدل مع الكل؟ أنا كمسؤولة عنك لاحظت هالشي مو عدل، وأنا لازم أني أعدل بين الموظفين. يعني قصدك أنه بشركتنا ممنوع نروح على بيتنا بالوقت المحدد؟ هذا القانون بقسمنا دائماً موجود. إذا حضرتك مو عاجبك روحي على قسم التنظيف وطلعي بالوقت المحدد. جبنا لك شي تشربه لتروق شوي، وانت كمان لازم تروق. اها يلا لير، حاجته تطلع بالموبايل بقى. جبت لك هدول مشانك، بعرفك بتحبهم. يلا كول. يلا. فان، رح يتصلح موبايلي برأيك؟ بس انت مو متأكد من هالشي صح؟ خلينا نروح نشوفه مرة تانية، يعني بركي بيتصلح. ايه اكيد، رح اسأل حدا عنه بعدين، رح حاول لاقي حدا بيقدر يصلحه من شانك. بس هلأ اتركه على جنب ونسى هالشي، رح يساعده. حاول تاكل هلأ، يلا كرمالي. اشرب مي. طيب اللي انا شو لازم اعمل؟ اكيد رح يشتغل مرة تانية. لير ما تشغل بالك، لسه في امل. انا رح روح لعن جي يانج يانج ورح انتقم منه. مو بس رح خليه يصلح لك الموبايل، ورح خليه يشتري لك واحد جديد كمان. ماشي؟ اللي فان، ليش عطول عم تحكي عن الانتقام؟ شو عم تحاول تساوي؟ عن جد انا قلت انتقم؟ لسه هلأ قلت انك رح تنتقم مشان لي. انا ما بستخدم القوة مشان حل الامور، انا بستخدم عقلي بداله. عقلك؟ ليش انت عندك عقل؟ طبعا انا عندي عقل. اطلع على تصرفاتك وتفكيرك بالاول، اطلع. خلص بلا حكي فاضي، على اساس انت اللي احسن مني. شبك جيبي النظارات. لير انا اسف، انت منيح؟ شبك شو بدك؟ ما في تاكل هون. لك هذا كيف له عين يجي ياكل بالكافيتيريا؟ ما عم افهم. شو رح تعمل؟ رايح احكي معه. ما في روحه، عود لشوف. بظن بكفي مشاكل مو ناقصنا، بلا ما تجي المديره وتبهدلك مره تانية ويتصلوا بامك. بدك هالشي؟ خد هي. ما بدي، شكرا. خلص خدها. لحظة، يعني هوانج عمية ما أنا شايفة شو عمل هالبني آدم؟ ليكي عم تهتم فيه كمان؟ مو هي البنت اللي مهتم فيها، بدك تتعود. لا ما عاد اهتم فيها أبداً. أعجبه حدا تاني؟ مين هي؟ قال اسمها فينير. فينير؟ فان مين هي فينير؟ عم تدرسي كل هالدراسة وصابت عليكي هي؟ أنت غبية شي؟ قصده تبع العلامات، علامات الفحص. بدي علمه درس اليوم، أنا بورجي. شو عم تعمل؟ لا تقلي عم تحاول تعمل مشكلة مرة تانية. فان بتعرف شو؟ لو حضرتك ما فتت بخناقة جديدة ما كان وقع تليفون لير وانكسر. بكفي بقى لو سمحت. هي عم تحكي صح فان، جي يانج يانج قال إنه رح يصلح الموبايل، بركي عن جد تصلح. وهو اعتذر مني كمان. اعتذر منك؟ طبيعي يعتذر منك ويشتري لك موبايل جديد ويصلح لك موبايلك، أنا أصلاً عندي مشكلة معه، أنت ما دخلك. خلص لير، انسى شو حكى، حاول تاكل قبل ما يبرد. مو جاي على بالي. خود. شكرا. ليش ما عم تاكلي؟ عم اعمل ريجيم. لير بدي اعمل فيديو يبين وش الزلمه اكبر ومبالغ فيه شوي، كيف بعمله؟ قلي بتعرف؟ لازم تحط فلاتر كتير. لحظه شوي. ولازم تعمل اطارات متحركه كمان. وبعدين شو كمان؟ وبعدين فيك تحط اللي بدك اياه بهي الاطارات. طيب هات لشوف شو عم تعمل. صار مرق 3 شهور ولسه هالصوره معك؟ هاتي هاتي، هذا كل شيء عندي اياه ضده، كنت متوقع انه رح يفيدني بيوم من الايام. اللي فان جيفان، شو عم تعملوا هون؟ انت شو بدك مني؟ من وين بتطلعي لي؟ ليش انت على طول هون؟ روحي كلي يلا. ايه طيب ماشي. شو رح تعمل بهالقصه؟ رح حلها، ما عندي خيار. فيك ترجع المعلومات؟
في طريقة. أمني. من كبره شوي تمام. وهيك صار فيني أقول هلأ إنه بلش وقت المعركة. يلا كول. وهي إرسال. لير ليك قديش بيضحك. شو الصورة هاي؟ هو اللي بعت الصورة. هلا كنت عم تسألني مشان تعمل هيك؟ ايه. ليك فان، انك تعمل وش بيضحك عنه شي سيء كتير. عن قريب الكل رح يعرف مين عمل هيك، وبلكي يعرفوا الأساتذة شو رح تعمل وقتها. حتى ولو اطلعوا عليه طالع غبي. حركة زكي لما صورتوا هالصورة أصلاً بيستاهل اللي صار فيه. بس على فكرة أنا كتير خايفة. شو عالصبر؟ هاي خلاص تعال اتركه، لا تروح لعنده. خلاص عود. فانجي فان تجاوز حدوده على فكرة. هاي اسمعني، انت معتذرت منه من شوي، شو لسه بده منك؟ قلي. ما بعرف. خلاص لا تتضايق، لانه هذا الشخص عن جد ما انه طبيعي بالمره. هيك حدا مستحيل يضايقني. شقفت ولد. لو شو ما صار رح صلح له الموبايل وادفع له مصاري. شوفوا شو بضحك. عن جد كثير بضحك. باي باي. فان، جي يانغ يانغ اعتذر مني ووعدني يصلح الموبايل. خلص خلينا نتركهم، ليش عم نلحقهم هيك؟ هاي آخر مرة رح شوف فيها هوانغ. آخر مرة؟ شو قصدك؟ ما فهمت عليك. في شي بعقله لفان بعد يلي عمله ماشي، وكأنه مو صاير شي، وفوق عم يلحقنا. عن جد تقيل دم هالصبي. إذا حابب يكون حارسنا خليه يكون. أنا بزعل على ابن خالته لأنه عنده هيك قرايب. برأيك عن شو عم يحكوا يا ترى؟ ما عم أقدر أسمع. حاول تسمع. إذا قدرت أسمعهم رح كون ساحر. صح. شو اللي عاجب هوانغ بجي يانغ يانغ؟ هو أحسن مني يعني؟ استنى هدي شوي. أنت ذكي صح؟ ساعدني بحل هاي القصة. برأيك حابين بعض؟ بصراحة هنن يعني ليكو جاي. مرحبا يا حراسي، عم تستنوني هون؟ أنا مو الحارس تبعك، إذا فيفا بيكون هو. شو عم تقول أنت؟ أنا بدي أكون الحارس تبعه، وشو بدك أحكي؟ لكن ليش عم تلحقوني وماشيين وراي؟ حاجة تفكر حالك إنك شخص مهم ماشي؟ أنت ما حدا لاحقك. أنا لاحق البنت اللي بحبها، هالشي بعمله مشان ما حدا يأذيها لهوانغ. يعني أنا عم بحميها، شو؟ لكون أزعجتك؟ لا أنا ما بنزعج من شخص مثلك. لير، أنا ما رح أروح على حصة الأدب بكرة، لهيك أعطيني موبايلك. وبكرة بصلحه وبرجع لك يا ماشي؟ شو اتفقنا؟ مسيك هاي إلك. تعرف أني كنت فكر أكل التنبورة هي بنت، بس بعدين اكتشفت أنها هي مجرد أكلة. لما تسمع هذا الاسم لازم تعرف أنه رح يكلف أكثر من 400. ما هيك؟ على مهلك. هلأ بتسكر بسرعة؟ ما رح أسكر، ماني مضطر أفكر بهالسخافات. قصدك الشغل؟ تعرف شو؟
بس تصير بالأربعين رح تعرف إنه الأزمات ما بتجي لحالها أبداً، وسوء الحظ ما بيجي لحاله، تجي المشاكل كلها مع بعضها. بس وقت يكون في مشاكل داخلية بيصير الوضع سيء كتير كتير. أنا هلأ هيك وضعي، أنت ما صار معك هيك بس رح يصير. ليك صاحب المحل بحب جين يونغ لأنه بيضل حاطط مسلسلاته. قال لي هلأ أنت مين بتحب من البنات يلي بيمثلوا معه؟ هات لك شي اسم. زانغ مين؟ قصدك زاو مين؟ زانغ مين؟ زانغ مين؟ الممثلة. اسمع قصدي أي شخصية بتحب أكتر شي يعني؟ مرحبا، بصراحة أنا بدي أقول لك على شي مهم. هدول الملفات يلي معك نحن عملنا لهم فحص الأسبوع الماضي، لهيك أنا عم قول إنه المديرة جين عم تشتغل فيكي. أصلاً أنا بعثت لك الملفات المدققة بالإيميل، وإذا مو مصدقة فيكي تتأكدي. هلأ رح روح بس ما تقلي لأني حكيت لك وأنا أشوفك بعدين. شكراً إليك. شكراً، باي. أهلين سونغ كيان، كيفك؟ مو معقول. ايه شياو، كنت عم بسأل حالي ليش حاطين مسلسلات جين يونغ، بس هلأ عرفت السبب. السيد جين يونغ توفى الساعة 5 اليوم، عمره 94 سنة وما كان معه أي مرض. يا حرام، تعرف أنا تضايقت كتير لأني عرفت هذا الخبر. بتذكر لما كنا صغار تمنينا نكون شخصية من شخصياته، إيه؟ لينغ هوشونغ، يانغو، غوجينغ، أو كون فارس نبيل. بس هلأ بهذا العمر ما في مجال إني صير محارب. هذا أريدس؟ أريدس مو هيك؟ إيه أريدس، أريدس مقلي. هاي الأكلة فينا نسميها أكلة الأريدس المقلي. استرخوا هلأ ونظموا تنفسكن. إيه ممتاز، برافو. ليكي لازم تخلي رجليكي لفوق شوي. هيك. هيك تمام، هيك أحسن. أها، برافو عليكي. طيب خلونا نقوم، يلا. هاي الحركة صعبة كتير، الدرس الجاي رح نكمل بنفس الحركة لحتى نتعلمها صح، وبعدها منغير الحركة. هذا كل شي لدرس اليوغا اليوم. يا ريت تعملوا حركات الاسترخاء بشكل صح. بشوفكن الدرس الجاي، عن إذنكن. سلام. سلام. أوف، مو حاسة بإيدي ورجلي. وإنتي شو؟ برأيي شاطرة الأنسة كتير بالتدريس ومبين جسمها حلو. عم فكر بشغلة، شو رأيك نصير ناخد دروس عندها؟ إيه هذا اللي عم فكر فيه، حبيت الطريقة تبعها. بتعرفي فرجت شوي على الدروس التانية، بس برأيي درسها هو الأحسن، منشان هيك خلينا نكمل عندها. كتير حلو، أنا موافقة. تمام معناها؟ إيه لازم فرغ الغضب اللي عم عاني منه بشركتي هيك. رح تخلي جين تعمل معك هالشي؟ المهم ما قلتي لي، فكرتي شي إنه تشتغلي شغل تاني؟ كيف بدي أعمل هالشي؟ بتعرفي وضع فانغ يوان هلأ، هو تارك شغله وصار له شهرين وما بقدر أعمل أي تغيير. وإذا لقيت شغل تاني وما مشي الحال كيف بدها تاكل عيلتي؟ أي مو لهالدرجة هاي؟ لك فانغ، أنا برأيي مو ضروري تكون هيك أبدا. ها خدني أنا كمثال، أنت بتعرفني من قبل ما كنت طالع مصاري، حتى لو شو ما عملت ما فيك تشوف هذا الشي فشل. لا تزعل إذا أنا قلت لك هيك، برأيي هذا الشي أنت بحاجته هلأ، كل ما فشلت رح تصير أحسن. إيه بس وضعك مو مثل وضعي أبداً. بلا وضعي بيشبه وضعك. لا 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 مو هيك قصدي، قصدي الفشل تبعي وتبعك مو مثل بعض. طيب اللي أنت إمتى فشلت؟ بثلاثينات صح؟ وبعدين صرت غني، أنا عمري 45 سنة، كيف بدي أتحمل هذا الفشل؟ تعرف شو؟ نحنا لازم نعيش منيح وناكل ونشرب وننام، وهدول كلهم بدهم مصاري. اللي كيف ما حسب الضغط انه موجود بحياتي ولازم كمل لقدام؟ الضغط عم يجي من برا، الصبح
مرتي بتتخانق معي مشان التياب. ليش طلبت مني البس بدلة؟ مو لانه بدها ياني اشتغل شغل تاني مشان الاقي شغل بأقرب وقت وصير بني ادم؟ مشان مشكلة صغيرة مثل هاي؟ عن جد معقول تتخانقوا مشان هيك شيء؟ انت بتعرفي فان جيوان بيبين بالعادة ايجابي وما في شيء بالدنيا ممكن يعكر مزاجه قد ما كان مهم، بس هالمرة برأيي انصدم صدمة كبيرة وكان هالشي غلطي كمان. كان عندي مشاكل وصرت مزاجية كتير. معلش انت هلأ مضغوطة لهيك عم تحكي هالحكي، براهنك انه فان جيوان هيك كمان، صار له شهرين بس خليه يتعود على الموضوع. تعرفي شياو ويدونغ ضل سنين لرجع وقف على رجلي، بس هلأ وضعه عم يتحسن، وهالشي ما دخلوا فيني لأنه بحياتي ما كسبت شي من شغله. حاجة تشتكي عندك يانغزي؟ شو لسه بدك؟ لازم تقتنعي باللي عندك. أنا كتير مقتنعة. أنا ما عم أحكي هيك لشوف حالي عليك، بس عم حاول خليك تسترخي. أنسى إيه؟ لو شو ما صار أنا رح ضل واقف معك ماشي؟ ليك أنا عم فكر إنه نحاكي باقي الشلة ونجتمع سوا مع بعض وناكل شي ما بيكلف أكتر من 1000 على الشخص. شو قلت؟ إيه برأيي هذا الشي كتير منيح، بس ما في داعي تصرف مصاري كتير، أعطيني إياهن إلي أحسن لك. بدك إياهن كاش؟ صحتك. صحتك. بشوفك بكرة ماشي؟ يلا ماشي بشوفك. فانغ 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 حبيبي، ليش نايم هون؟ رجعتي؟ وين نايم أنا؟ ليش نايم بالممر؟ بردان شي؟ لا كتير مشوه، فكرت حالي وصلت على البيت بس طلعت نايم هون. شوفي كنت عم تشرب؟ أنا آسف إيه شربت شوي بس، بس شوي بس. أنا آسفة، ما كان لازم أزعل منك اليوم. لا غلطة غلطتي. لا أنت ما دخلك بأي شيء. لا غلطتي، أنت هلأ عم تمر بوقت صعب وكان لازم يكون أحسن معك. وقت صعب. أنا ما كنت صبورة أبدا، ما كان لازم أتخانق معك. أنا آسفة. صحيتها أنا هلأ، صحيتها صرت أحسن. مع مين كنت عم تشرب؟ مين بده يكون يعني؟ طب رح أروح جيب مي وعسل ماشي؟ اسمعني مالك مرضان صح؟ ماشي. طيب خلص خلينا نروح. خلص اهدى بسيطة، أنا معك عم تسمعني؟ أنت منيح؟ انت عارفي اليوم ما تجيني يونغ، أنا زعلت كتير عليه لجين يونغ. بعرف شفت الأخبار. عن جد أنا زعلان، كيف هيك بيموت فجأة؟ كيف؟ بسيطة بسيطة. تعرفي كنت أحلم أني صير أستاذ بالكونغ فو وسافر العالم مع سيفي، على القليلة كان لازم يكون مثل لينغ هوشونغ أو يانغو أو زانغوغي، بس أنا لازم أعترف إني ماني منيح بكلهات، بس على الأقل فيني يكون مثل جوجينغ. بس كيف صرت يوبو كون هلا؟ خلص روق، كيف صرت مثل يوبو كون؟ ما أنا صرت هيك. إذا أنت يوبو كون كيف إجا فان جيوان على الدنيا؟ ما
أنا صرت يبو كون بس ما كنت هيك من قبل. أنا صرت مثله من شهرين. طيب ماشي ماشي، أنت هلأ صرت هو. أنا بحياتي ما فكرت بحالي بهالطريقة، فكرت حتى لو ما كنت بعرف كونغ فو رح كون إنسان عادي مثل الكل، ورح يكون شغلي منيح. بس شغلي ما كان منيح. ليش أنا ماني محظوظ؟ لا مالك هيك، وحظك ماله سيء، رح نتجاوزها لهالشغلات سوا. لا مهيك مهيك، لا أنا بفهم بيوبو كون. هلا الكل بده يكون ناجح بأي طريقة، ما حدا بده ياخد الطريق الصعب. كتير صعب ينتهي كل شي فجأة. فانغ يوان بسيطة، حاجة تبكي، لا تزعل ماشي؟ روح أنا حبيبي. أنا ماني زعلان، أنا معك ماشي؟ ليش يونغ مات؟ ليش مات يا ربي؟ فانغ يوان اطلع فيني، فانغ يوان طلع فيني، طلع، لا تخاف أنا هون معك. خلصنا فانغ يوان، كل شي رح يكون منيح ماشي؟ كرمالي لا تزعل. يلا فانغ يوان خلينا نفوت على بيتنا. لمين هذا البوت؟ من وين؟ تعال من هني؟ من هون. أمي بعدي لي شوي، بدي فرش أسناني رح أتأخر. اطلع على حالك، طالما بتعرف إنه عندك محاضرة أدب اليوم، ليش ما فقت أفكار؟ لأن المنبه ما رن، مو ذنبي. شو هالريحة؟ بابا كان شربان، مو هيك؟ إيه. مع مين؟ عمو شياو؟ لا، كان مع رفقاته. في شي زعجه يا ترى لحتى راح وشرب مشان ينسى؟ حاجة تسأل مليون سؤال. غسل تمك، يلا رح أكمل برا، تعال افطر بعدها. يلا فيق، قوم خد مي وعسل، رح أساعدك أنا. يلا فيق. اشرب شوية مي، يلا. راسي. شي طبيعي. صار الصباح؟ قدي ساعة؟ قطعت الساعة 9. شربت كتير مو؟ فانغ يوان ما فيك تشرب كل هذا المرة الجاية، يلا تعال شرب مي وعسل. معك حق. شرب شفي. معك حق، يمكن لأنه ما بقدر أشرب. طيب فيك ترجع تنام، الولاد مو بالبيت بكل الأحوال. يلا ارتاح ونام شوي. يلا اليوم السبت شي؟ ايه حبيبي اليوم سبت، ولازم يروحوا على دروس لأنه بالمدرسة في درس آداب يوم العطلة، والفحص النصفي قرب ولازم يدرسوا زيادة. كمان المدرسة صعبة، بتعمل دروس يوم السبت، تعمل أولاد كتير هيك. اللي بتعرف شو حكيت بعد ما شربت مبارح؟ ليش شو حكيت؟ أمي صباح الخير. أهلين فقتي؟ ايه كيف حاسة هلأ؟ لساتك مرضاني؟ لا أنا هلأ صرت منيحة. إيه طيب يلا روحي روحي غسلي وشك هلأ، وتعي عندي شي حلو لإلك. وقفي كلي هاد قبل ما تبلشي بوجبتك. شو هذا أمي؟ خيار بحري. بعرف إنه كنتي عم تدرسي كتير آخر فترة وقرب الفحص النصفي، لهيك طلبت من شخص يجيب لك شي مشان يعطيكي طاقة، وهذا الشي كتير منيح لإلك. قالوا لي إنه بالشتوية إنه إذا أخدتي منه قبل الأكل ما رح تمرضي أبداً. يلا كلي. مين بيأكل هيك من الصبح؟ ما رح أكله. وين المشكلة إذا أكلتي؟ قيمته الغذائية كتير كبيرة، خصوصي لما بتاكلي ني. بتعرفي ينجزي؟ أنتي هلأ طالبة سنة أخيرة وما فيكي تمرضي أبداً، لهيك قررت إنه ما أعمل شي هالسنة غير إني لبي لك طلباتك، مشان هيك لا تمرضي بترجاكي. يلا كلي. أمي شبك، أنا مو مرضانة، أنا كتير منيحة. بس مبارح كنتي مرضانة على أساس. هاد كان مبارح، بس هلأ أنا منيحة.
أنا عم بعمل هيك مشان أحميكي. اسمعي، الخيار مو بس مغذي كتير وبينشط الذاكرة كمان. فكري بالموضوع، إذا أكلتي خيار البحر رح تحفظي 20 كلمة إنجليزي أكتر. هالشي ما بيستاهل برأيك؟ إيه بس أنا خايفة استفرغ بالصف. نحن اليوم عطلة، يعني ما عندك مدرسة، بس عندي ورقتين فحص فيزياء إلك اليوم، وما عاد في فايدة إنك تعملي الأسئلة الأساسية. بتعرفي؟ رح جيب لك أسئلة متقدمة. انسي موضوع الفحص، لأنه ماما في درس أدب الصبح بالمدرسة ولازم أكون موجودة هونيك. ضروري يعني؟ طيب روحي على الدرس بعدين بتعملي الفحص تبعك. أنا رايحة هلا. لحظة وقفي، ما أكلتي هاي ولا كملتي واجبتك كمان؟ ما فيني أكل لأنه كتير بتقرف. طلعي ليكي كيف نية. بس فيها فوائد ما بتتعوض، ما رح خليكي تاكليها لحالك، رح أكل معك. يعني هيك بتسهلي علي الأكل؟ ليكي ينجزي، ما فيكي تغلطي هلأ أبداً، لازم تحضري للفحص النهائي. عم تسمعي؟ كلي. ما بدي. طيب ماشي، استني شوي. وقفي عندك، ارجعي. بسرعة يلا، رح ورجيكي كيف بتتاكل هاي. شوفي، ها هيك. حتى كتير تركيا تركيا، ما بقدر أكلها إذا ما غطيتها منيح. بلعية بلعية خلص، لا تكفيها بلعية يلا. بلعية تفرغ لك خلص. بلعية يلا يلا، بلعية لشوف. تأخرت. لا تعي لهون، أنا رايحة. استني شوي لسه ما أكلتي شي. أنا رايحة. لا تكبيها، استني شوي لحظة. ما رح كبها. لا تروحي. ها رح أعطيكي شغلة مفيدة كتير، خدي هاي معك، مسكيها. شو هاي؟ مبين سميكة كتير مثل البزاعة. شو عم تحكي؟ هاد من عش العصفور، فقت الصبح وغليته ساعة كاملة، أكيد ما نو بزاع. لما بتكوني بالمحاضرة تذكري تشربي منه، رح يفيدك كتير، لا تنسي. ماشي أنا رايحة. إيه ماشي يلا باي. فاي السحاب ينجزي. ماشي. ما سمعتي؟ رفعي السحاب. بلا معي بلا كلمة سمعت. أحسن. شو هالبنت؟ تعرف؟ اليوم سألني ابنك ليش عم تشرب كتير، وسألني شو صاير معك هالكم يوم، وما عرفت جاوبه. برأيي ما نضل مخبين هذا الشي عنهم ونقلهم الحقيقة ونخلص من هالقصة، شو رأيك؟ لا 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 لا، ما تحكي لهم شي، أصحك تعملي هيك. صار عمري 45 سنة وأنا رجال البيت وما بصير يعرفوا أني مو موظف. أنا قبل ولدين هلا، وهالشي رح ينزع صورتي فجأة قدام عيونهم، مشان هيك ما في داعي أبداً إنك تحكي شي نهائياً. عم تفهميني ولا لا؟ بس هالشي مو ذنبك أبداً، الشركة هي اللي غلطت معك وهي بتتحمل المسؤولية، أنت ما دخلك باللي صار. صح ما دخلني، بس لا تحكي لهم، وبس إذا خبرتيهم ما بعرف كيف بدي واجههم بالمستقبل، مشان هيك لا تعملي هالشي. قديش رح تضل مخبي الموضوع عنهم؟ لحتى ما أقدر خبيه. لحتى ما تقدر لكان، وقديش رح تضلك هيك؟ شو قصدك؟ على أساس رايع الشغل طريقة القديمة نفسها، بعدين بتمشى برا شوي، هالشي ما رح يكون صعب. بس برا كتير برد، كيف رح تتحمل تمشي بالشارع؟ أنا مو غبي، ليش لا أمشي بالشارع؟ في كتير أماكن بقدر روح عليها، فين روح على مطعم أو أشرب شي وأقعد هنيك طول اليوم، أو بروح على أي كافيه جوا في دفا وفي تخت، فيني أسطع عليه وفيني نام كمان، ورح يكون في ناس جنبي، كتير حلو هذا الشي. ما بتقدر تتصرف بطريقة مناسبة أكتر مثل الكبار؟ Thank you.
صباح الخير يا طلاب، أنا اسمي مايك وافين. اسمعوني يا طلاب، أنا اللي رح أعطيكم محاضرة اليوم. لما نحكي عن الكتابة بالفحص الوطني لازم يكون عندكم أساس قوي بالقراءة، وتذكروا إنه في طريقتين، واحدة منهم هي التفكير الاستجوابي اللي بتعني أفكارك، يعني لازم يكون عندك منطق صافي. جاي. ها؟ مرحبا بابا. بنتي فوتي. بنتي الحلوة، كأنك عم تزوريني كتير بالفترة الأخيرة، ما؟ أمك بتعرف؟ لا، طالما أنك ما عم تخبر حدا وأنا ساكتة ما حدا رح يعرف. شو هاد؟ أنت صرت كبيرة، انتبهي على تصرفاتك. بابا في عندك شاي؟ ليش عم تشربي شاي الصبح؟ أمي جبرتني أكل خيار البحر اليوم الصبح وحاسة بدي استفرغ. أكلي أكلة مفيدة الصبح. قولي لي كيف طبختوه؟ شويته مع بصل أخضر أو عملتوه شوربة؟ ولا وحدة، أكلته ني ولونه أسود كمان. أكلتي ني؟ كيف قدرتي تاكلي ني؟ لازم معه صلصة. لا تذكرني، ما كان سيء لحتى جابت الصلصة تبعه، خلتني حطه بصلصة حدة. طيب رح جيب لك شاي، خليكي من سطحة أنتي. شكرا بابا. أمك كانت لطيفة وعم تاكل خيار بحر ني، هالشي منيح لتطور العقل والصحة. وجابت لي عش عصفور كمان، خليني فرجيك. ليك كيف بيشبه البزاق، ليك كيف بدي اشربه، رح تجنني. فيك تشربه عني بابا لو سمحت. حطيه هنيك تشربيه بالمدرسة بعدين، كمان هاد مفيد كتير. خدي اشربي شاي يلا. شكرا بابا. شوي على مهلك، سخن كتير. بابا اتصل بالأنسة مشان غيب اليوم. لا. ليش؟ ينجزي بدي أسألك، متأكدة إنه ما بدك تروحي على المدرسة؟ إيه، حفظت كل الفقرات وكمان مو حابة روح على المدرسة بقلب العطلة. إذا عندهم درس بالعطلة معناتها أكيد في ناس مهمين كتير عم يعطوا هذا الدرس. شو رأيك؟ وصلك على الدرس بنتي؟ بابا هلأ أنت ليش عم تعمل مثل أمي؟ اجيت لارتاح عندك، انت معي ولا ضدي؟ فهمني. طبعا انا معك، بس حاسس اني عم ساعدك لحتى تغلطي مو اكتر من هيك. بس هالمرة ساعدني بابا بترجاك، او الانسة اللي رح تشك فيني هيك. اسمعيني يا انجزي، على فكرة كتير قرب الفحص النصفي ولازم تبطلي هالعادة بقى، لانه صدقيني كتير رح تندمي بعدين. عم تفهمي بنتي؟ هي محاضرة واحدة ما حتأثر عشي بابا، شبك؟ حتى لو محاضرة واحدة صحهم بيكون بيتك، بس مو لحتى تهربي من صفك ابدا. فيك تيجي امتى ما بدك، بس لازم تكوني عم تحضري كل دروسك. ماشي؟ ايه ماشي، اتفقنا، رح اعمل هالشي، ما عاد بدي عطل بوعدك. بس بابا اعمل هالشي معي هالمرة، هيك الانسة لي رح ترجع تشك فيني. طيب خلص، ماشي اشعرتي لي بدني. انتبه لا تنزع الخطة. ها؟ قال انزع الخطة، قال صرت عامل هالشغلة كتير. النوع الثاني اسمه التفكير التصويري، واسمه كمان التفكير الفني، يعني لازم تستخدموه بأسلوب التركيز والتعميم لتعالجوه وتحولوا الصورة لأشياء ملموسة بحياتكم، وبعدها بتقدروا تتغلبوا على مشاكلكم. أيوة تفضل. أنسلي مرحبا، كيف صحتك؟ أنا أبو لينكزي، طمنيني كيف الأمور، منيحة؟ آه، أهلين أستاذ شياو. أهلين فيكي. أنسلي، عم حاكيكي مشان الدرس تبع اليوم، بدي أطلب منك إذن لبنتي. إيه بصراحة كنت عم أسأل حالي شو صاير وليش ما إجت ينكزي على المدرسة. ينكزي مرضانة شوي. مرضانة لكان، بس هي يعني لازم تجي تحضر إذا بتقدر، لأنه بيتكن قريب على المدرسة. بعدين ليش دائماً أنت بتطلب عطلة كرمالها؟ هي هلأ مو بالبيت يعني؟ اليوم السبت عطلة، ومثل ما بتعرفي حضرتك أما عم تعلم الطلاب هلأ، وأنا رح أخذ ينكزي على المشفى، ولنخلص بوعدك رح جيبها على المدرسة بأسرع وقت ممكن. طيب ماشي، برجع بتطمن عليها بعدين لكان. أي أكيد شكراً لك. ومشان موضوع الدرس رح خلي ينكزي تسأل رفقاتها عليه، لا تقلقي مشان هذا الموضوع أبداً. بتشكرك مرة تانية. طيب شكراً لأنك خبرتني أستاذ. شكراً أنسلي. مع السلامة. باي، الله معك.
يانجزي خلص بنتي مشي الحال. شكرا لك بابا. هلا فيكي تلعبي قد ما بدك. ماشي. لسه ما خلصتي ميلينيوم فالكون، خلصيها اليوم. يلا بسرعة. ساعدني بابا مشان خلصها أسرع. أكيد. ماشي، أعطيني الكتالوج من عندك. طيب. أي خطوة صرتي هلا؟ خلينا نشوف. هون بالرقم 139. رقم 139 هون. رقم 140 هاد. طويل كتير ولونه رمادي. بدنا اثنين صغار مثل هاد. وهي كمان لازم تكون هون. مرحبا، فيك ترجع لي معلومات هالموبايل يا ترى؟ ما بقدر اعمل هذا الشيء، جرب هني. شكرا. حلو كتير. مرحبا. تفضل. فيك ترجعي معلومات هالموبايل؟ معتذر ما بقدر. فيك ترجع لي معلومات الموبايل؟ هذا خربان، مستحيل انه يتصلح، براي يجيب بداله. استنى، يعني انت ما فيك تصلحه؟ رح اقول لك شغله، شفت كتير حالات مثل هذا الموبايل، اللوحة مو موجودة بس الهارد لساته منيح، ما بقدر صلحه، لازم تلاقي حدا يكون شاطر، أنا ما بقدر. كلهم قالوا لي إنك معلم بهاي الشغلة. معلم بس ما بقدر ساوي كل شيء. أها.那怕昨日孤独陪伴，执着前方，想掩埋半途车，只寂寞中的掌控，若遗忘无涯，你的笑却灿烂如夏，年少时的话全都实现了吗？时间是最好的回答，勇敢大声。